خلينا ارجع تاني للمغرب. كابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاولمبي، مساء الخير يا كابتن حسام. مساء الخير يا كابتن شمير. عايز ابارك لك على الروح امبارح، لانه تبقى خسران 3-1 وبتلعب 10 لعيبه وترجع للمباراه وتتعادل، ده امر يحسب جدا ليك وللفريق يا كابتن حسام. الله يبارك فيك يا كابتن شمير، وطبعا هي كانت تجربه مفيده جدا، وبرضه انت عارف المباريات الخارجيه بتبقى مهدده شويه بقرارات الحكام في بعض الاحيان. صحيح. كانت ممكن يعني التجربه كتجربه يعني تبوظ علينا، لكن بالعكس انا شايف ان حاله الطرد والتعامل معاها من ناحيه اللعيبه خبره اضافيه بجانب المباراه نفسها، فالحمد لله اللعيبه بالفعل زي ما انت بتقول روحهم واصرارهم وتنظيمهم في الملعب قدر يخليهم يرجعوا للمباراه ثاني يتعدوا بشكل جيد. يعني كان في الاخر عندنا فرصه اكيد في الجزاء لتريزيجيه، لكن رفض برضه الحكم ان هو يديها له، وكانت الفرصه دي حتى يعني تبقى النتيجه لصالحنا، لكن الحمد لله على التجربه. اهم المكاسب امبارح يا كابتن حسام؟ تمام. اهم المكاسب؟ المكاسب طبعا بتاعت منتخب الليفل بتاعه، طبعا المنتخب المغربي منتخب مميز جدا، يعني احنا عندنا منتخب عمان برضه منتخب جيد، لكن المنتخب المغربي افضل بكثير. هناك بعض العناصر طبعا اللي ما خدتش تجارب قبل كده، بالذات تجارب خارجيه في مجموعه موجوده لاول مره مع المنتخب الاولمبي. يمكن امبارح القوام اللي كان موجود في الملعب في 6 موجودين من منتخب الشباب الهجوم و5 جداد على المنتخب، نظرا للغيابات اللي موجوده اللاعبين الموجودين مع المنتخب الاول او اللعيبه المصابه زي عمر بسام وزي وحيد وزي ورده اللي اجراءاته ما خدتش رمضان صبح وبعض العناصر اللي موجوده مع منتخب الشباب. فالعناصر الجديده اللي موجوده وادت مباراه خارج ملعب يعني خارج مصر وتكتسب خبره وبتتعامل مع حاله نقص في الملعب، بنلعب ب10 لاعبين، اعتقد دي كان فيها فايده كبيره جدا بالذات للمجموعه الجديده. طيب التنسيق مع المنتخب الاول ماشي ازاي يا كابتن؟ لا شكل جيد طبعا، عارفين طبعا احنا كلنا بندعم المنتخب الاول في الفتره ديت، يمكن في مجموعه في 3 لاعبين موجودين بس، وموجود صالح جمعه وموجود كهربا وكان رامي المفروض يجي، لكن زي ما احنا عارفين هيعمل عمليه. طبعا المنتخب الاول طبعا بيمثلوا غيابات بالنسبه لنا مهمه ومؤثره، لكن الحمد لله المجموعه الجديده اللي احنا اتعاملنا خلال الفتره اللي فاتت واخترنا مجموعه جديده اعتقد بيأدوا بشكل كويس، والمباراه لمباراه ذات حلف الانسجام وفي نفس الوقت بنقدر مجموعه اللعيبه اللي ممكن تكمل معانا المشوار. يعني كابتن موضوع رمضان صبحي الحقيقه تاكدنا انه لم يعتدي على الحكم على الاطلاق لا من قريب ولا من بعيد، وكان انفعال على احد لاعبي المنتخب الكونغولي بعد ما قلع الشورت، وطبعا هو مخطئ بالتاكيد، ولكن التحقيق في النادي الاهلي اصفر انه الولد بريء. هل ممكن تستدعي المباراه الثانيه ولا صعب؟ كابتن طبعا الموضوع ده انا سمعت اراء كتيره حواليه، طبعا ما عنديش معلومات كامله، يمكن رمضان كلمني واصر ان هو يكلمني النهارده بالذات، انا كلمني النهارده وبياكد لي ان هو ما عملش حاجه، هو كل انفعاله كان على موضوع الوقت بعد ما كنا قاعدين بيقولوا كان بيتكلموا معاه من بيسلموا عليه، فكان يقول الحكم انت ما حسبتش الوقت الاضافي بشكل يعني في سور بالنسبه لنا وما عملتش حاجه اكتر من كده، فانا منتظر لما يعني لما ارجع مصر واشوف الموضوع ايه عشان ما نزلش الولد يعني نشوف الامور كلها ايه يعني. طيب سؤالي عن الهدف الاول، الجمله الجميله اللي اتعملت، جمله متفق عليها يا كابتن لانه عجبتني قوي، تمريره من مصطفى فتحي لكريم بامبو واخدها على الطاير بشكل جميل، هدف انا شايفه هدف عالمي الحقيقه يا كابتن حسام. الضربات الثابته طبعا احنا بنتمرن عليها بشكل مستمر وبتبقى متحدده في المحاضره وبتبقى متحدده الجبهات يعني ناحيه اليمين دي على طول مصطفى فتحي اللي بيلعبها، وبتبقى عندنا اختيارات في ادائها، يعني امبارح اتعمل بشكل جيد والتناسق والترابط اللي حصل ما بينه وبين كريم طبعا بالفعل هذا كان شكله جميل جدا يعني. طيب انت بصفه عامه بقى سعيد بالشغل مع المنتخب الاولمبي؟ والله الحمد لله الامور ماشيه، في صعوبات كتيره جدا لكن بنتعامل معاها، لكن اتمنى ان شاء الله ان الصعوبات دي تزول باذن الله بمرور الوقت بالقرب من المباريات الرسميه، لان زي ما احنا عارفين تبقى القرعه هتبقى يوم 20 الشهر ده باذن الله، واول لقاء رسمي هيبقى في فبراير. اتمنى ان الصعوبات اللي احنا بنواجهها، لان بالفعل المنتخب الاولمبي بيواجه صعوبات كبيره جدا، فاتمنى مع قرب المباريات الرسميه الصعوبات دي تزول. يعني حصلت اتصال او لقاء بينك وبين الكابتن حسن شحاته؟
احنا كملنا الكابتن حسن شحاته، بس للاسف كان واحنا يعني وصلنا المغرب كان موجود في المطار وكان مغادر لمصر، وكلمته مع الموبايل يعني كان القنصل موجود معانا وكلمنا الكابتن حسن شحاته واتمنى لنا التوفيق واحتمال كبير يحضر مباراه ثانيه لانه اعتقد انه راجع من الجمعه. انا بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق كابتن حسين بدري المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي.